مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من اونلاين. انا حسام حداد بكون معاكم من الحد للاربع من الساعه 2 للساعه 3 في المواعيد الرمضانيه. كل سنه وحضراتكم بخير ويعيد علينا وعليكم الايام بكل خير يا رب. خلينا نبتدي الحلقه بسرعه، وبنبتدي النهارده خبر تكنولوجي شويه خلى ناس كتيره في مصر وفي كل حته في العالم يبقى عندها مشكله في التليفون اللي ماسكاه في ايديها. في تليفونات كتيره جدا جدا في العالم، في ايفون، في سامسونج، في هواوي، في شبكات كتيره وتليفونات كتيره موجوده في كل حته في العالم، مشهوره جدا جدا وموجوده في كل حته، وعندها البروسيسور بتاعها بيختلف اذا كان عالي او اقل، والكاميرا بتاعتها هي كاميرا واحده ولا كاميرتين ولا ثلاث كاميرات. في تفاصيل كتيره جدا مختلفه في التليفونات، لكن من الحاجات اللي بتفرق جدا هو السوفت وير، نظام التشغيل. اذا كان في ابل وتليفوناتها الايفونز فهو اي او اس، اذا كان في الحاجات التانية اللي هي سامسونج او الهواوي فهو الاندرويد، اذا كان بقى كيت كات او لولي بوب او التفاصيل بتاعه الاندرويدز اللي احنا مش هنخش فيها قوي لانها مش مشكلتنا الاساسيه النهارده، لكن المشكله الاساسيه كانت مع شركه هواوي. هواوي شركه صينيه زيها زي شركه مثلا سامسونج، اللي بيمدوا شركات كتيره في العالم بالكومبوننتس او بقطع الغيار او بالقطع المستخدمه في تصنيع التليفونات. ايه اللي حصل بقى لشركه هواوي وخلى الناس كلها تبقى قلقانه من تليفونات الهواوي؟ كلنا عارفين طبعا ان في حرب تجاريه، تقدر تسميها حرب تجاريه بارده شبه الحرب اللي كانت حاصله ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده، بس بصفه اقل. بزنس هو اللي بيتكلم، بما ان دونالد ترامب رئيس الولايات المتحده الامريكيه هو رجل اعمال في الاساس، فشغلانته هي شغلانه الفلوس البزنس. ازاي يقدر يضغط على الصين المارد اللي جاي من بعيد وبيهدد عرش الولايات المتحده في العالم على مستوى الاعمال ورجال الاعمال والشركات؟ دونالد ترامب ابتدى يضغط ويزود كمان الجمارك على السلع الصينيه اللي داخله الولايات المتحده، وابتدى يعمل حرب تجاريه فعلا ما بين الولايات المتحده والصين. خبر مش مفاجئ تماما من شركه جوجل. جوجل طبعا موجوده في السيليكون فالي في كاليفورنيا في الولايات المتحده الامريكيه، بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي صدر يوم الخميس اللي فات بالتصنيف شركه هواوي الصينيه في القائمه السوداء للشركات، بلاك ليستد. أعلنت عملاق محركات البحث جوجل اللي هي مسيطرة على السيرش انجن في كل حتة في العالم، لأن معظم العالم بيستخدم جوجل إلا الدول اللي ما فيهاش جوجل زي الصين مثلا ما فيهاش جوجل، كوريا الشمالية ما فيهاش جوجل، عندهم حاجات تانية خاصة بيهم. المهم شركة جوجل أعلنت وقف تعاملها مع شركة هواوي للتليفونات والسمارت فونز والحاجات الإلكترونية. البيان اللي اتنشر بشكل حصري جدا على شبكة رويترز الأخبار قال علقت شركة جوجل التابعة لألفابت بعض المعاملات مع شركة هواوي الصينية واللي بتتطلب نقل أجهزة وبرامج وخدمات فنية باستثناء تلك المتاحة بشكل علني من خلال ترخيص مفتوح المصدر، حسب ما قال مصدر مطلع على الأمر لرويترز يوم الأحد، مما يمثل ضربة لشركة التكنولوجيا الصينية التي سعت الحكومة الأمريكية لحظر التعامل معها في جميع أنحاء العالم. يعني جوجل الأمريكية وقفت التعامل مع هواوي الصينية عشان تقدر تضغط على الصين عشان تحقق الطلبات اللي عايزاها الولايات المتحدة الأمريكية، بس هواوي والصين عندهم سوق كبيرة جدا في كل العالم، ازاي تضغط عليهم؟ واحدة من الشركات الهامة ان انت توقف تعامل جوجل معاها عشان السوفت وير او نظام التشغيل، عشان يبقى فيه ابديتس، عشان الابليكيشنز اللي موجودة اللي بتستخدم الجوجل والجوجل كروم عشان تداونلود الابديتس بتاعتك وتطور جهازك، كل ده ضغط. بس هي الفكرة، هل الشركات الصينية هترضخ لمطالب أمريكا، خصوصا أن أمريكا محتاجة الكومبوننتس؟ آيفون الكومبوننتس بتاعته تلات أرباعها لشركة أبل جاية من الصين، وهواوي شركة صينية، فالحكومة الصينية هتقف جنبها في وش الولايات المتحدة الأمريكية، لأن حتى التليفونات الآيفون بقت بتتصنع في الصين دلوقتي. فإزاي أمريكا هتقدر تمارس كل هذا الضغط والصين هتفضل سكتة؟ هو ده اللي هنشوفه في الايام اللي جاية، وهنشوفه في اخر الحلقة كمان او في اخر السلوت ده او الستوري اللي احنا بنتكلم عنها وهواوي وامريكا. رد هواوي كان سريع جدا جدا، ونقلته بيج اندرويد سيريان اندرويد، وقالت سيريان اندرويد قالت اول رد من هواوي على جوجل: لقد ساهمت هواوي بشكل كبير في نمو وتطور نظام الاندرويد. الاندرويد للناس اللي مش عارفة هو نظام التشغيل الخاص بتليفونات سامسونج والجي وهواوي وكل التليفونات اللي ممكن تكون بتستخدم في العالم بعيدا عن الايفون اللي بيستخدم اي او اس، نظام التشغيل اي او اس. من ناحيتنا البيان بيقول كواحد من اكبر
شراء الأندرويد العالميين عملنا عن كثب مع المنصة مفتوحة المصدر لتقديم نظام متكامل استفاد منه المستخدمين وصناعة هواتف الأندرويد ككل. وأضاف: ستستمر هواوي في توفير التحديثات الأمنية وخدمات ما بعد البيع لكافة الهواتف والأجهزة اللوحية التابز والآيبادز من هواوي وأونر، بما في ذلك الهواتف التي تم إطلاقها رسميا وما زالت لم تباع أو تباع حتى الآن. واختتم البيان: سنستمر في بناء نظام بيئي آمن ومستدام من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المستخدمين على مستوى العالم. يعني هواوي لسه مكملة في شغلها. بالعربي كده قالت الكلام اللي اتقال من جوجل تبل وتشرب ميته، احنا مكملين وهنطور نظام في الأندرويد. كمان اللي زود الأزمة ان شركات كبيرة بتصنع رقائق الميموري والإلكترونيك تشيبس بتاعتها اللي بتستخدمها هواوي أعلنت مقاطعتها لهواوي. يعني شركة هواوي اللي بتاخد الإلكترونيك تشيبس بتاعتها أو الإلكتريك تشيبس بتاعتها والدوائر الكهربائية، شركات أعلنت انها مش هتدي لهواوي القطاع دي. مثلا بيج اسمها فرح نت قالت: عتاولة تصنيع الشرائح الإلكترونية كوالكوم وبرودكوم وإنتل وزيلينكس أعلن وقف التعامل مع هواوي لحين إشعار آخر، وده ضغط آخر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ده سياسة، ده بيزنس، فلوس. شركات الأمريكية والحكومة الأمريكية مش هتاخد قرار زي ده غير لما تكون مزبطة أمورها مع هذه الشركات عشان تضغط على هواوي من ناحية تانية، لأن هو موضوع مش فاصل إن أنا مش هتعامل معاكي، خلاص مش هتعامل معانا، هتعامل مع غيرك. السوق واسع في العالم والأندرويد ناس كتيرة جدا بتستخدمه، يعني مش كل الناس بتقدر تستخدم الآي أو إس بتاع أبل. الأندرويد أوسع استخداما وأكثر استخداما على تليفونات ذكية كتيرة جدا في كل حتة في العالم، فإزاي أضغط على هواوي عشان أزود الخسائر بتاعتها، عشان الشركات الأمريكية يعلى استخدامها ويعلى الفلوس بتاعتها؟ أنا أخلي الناس اللي بتدي الإلكترونيك تشيبس أو الشرايح الإلكترونية لهواوي توقف التعامل معاها زيها زي جوجل، فيبقى في ضغط، فيبقى في فلوس ناقصة وخسارة. ناس كتير اتصدمت من قرار زي ده. فمثلا اكاونت باسم حسني محمود، حسني محمود قال: اللي عنده موبايل هواوي يبيعه بسرعه او يغيره، جوجل اعلنت حربها على هواوي وما اعتقدش انها هتقدر تقف قدام جوجل، واعتقد ان ده انذار شديد وتهديد لشركات اخرى كتيره لازم تنصاع لاوامر جوجل الفتره اللي جايه او تدور لنفسها عن نظام خاص بيها بمليارات لا حصر ليها. تظل العملاقه ابل في المقدمه الايفون وخارج المنافسة الخطرة دوما. فكرة انها تدور على نظام خاص ليها ده بيكلف فلوس كتيرة جدا، لان في حقوق ملكية فكرية لنظام الاندرويد بنسخه كتيرة اللي زي ما قلنا منها كيت كات واللولي بوب، وفي فلوس كتيرة للاي او اس، وفلوس كتيرة بتدفع لتطوير نظام التشغيل. فان انت تحب تعمل نظام تشغيل من اي تو زي او من الالف للياء، ده هيكلف فلوس بحث علمي، هيكلف فلوس تجارب، هيكلف فلوس إيجار عقول بشرية عشان تعمل ده، والعقول البشرية كلها موجودة في الشركات السابق ذكرها اللي بتتعامل بنظام الآي أو إس أو بنظام الأندرويد. فهيبقى موضوع صعب جدا ومكلف جدا وهياخد وقت تكون هواوي وقعت عشان تعمل نظام تشغيل غير الأندرويد أو الآي أو إس. لكن بعد شوية نشر الأكاونت الرسمي لنظام أندرويد على تويتر، نشروا تويتا قالوا لمستخدمي الأندرويد: بالنسبة لأسئلة مستخدمي تليفونات هواوي والسمارت فونز والتابلتس فيما يتعلق بالخطوات اللي نتبعها للامتثال لإجراءات حكومة الولايات المتحدة الأخيرة، أكدوا على أو نؤكد لك بينما نلتزم بجميع متطلبات الحكومة الأمريكية، ستظل الخدمات مثل جوجل بلاي. جوجل بلاي ده اللي هو الأبليكيشن اللي سيادتك بتخش عليها عشان تداونلود الأبليكيشنز، الابليكيشن او التطبيق اللي انت بتخش عليه عشان تعمل او تنزيل او تنزل اي تطبيق انت محتاجه، اللي هو الجوجل بلاي اللي هو بتاع جوجل اللي هي شغاله على الاندرويد. فلما جوجل تسحب ده انت مش هتقدر تنزل اي تطبيق على تليفونك، ودي مشكله كبيره. ومنه التطبيقات اللي موجوده عندك مش هتعرف تعمل لها تحديث، يعني لو عندك ابليكيشن مش هتعرف تعمل لها ابديت، فتليفونك بعد شويه هيبقى حته حديده ملوش لازمه. كمان نظام الحمايه من جوجل بلاي اللي هو جوجل بلاي بروتكت هيتوقف على هواتف الحالية هواوي، ومن المعروف ان التليفونات اللي بتشتغل بالاندرويد عرضة للفيروسات عكس نظام الاي او اس اللي ما بيتعرضش للفيروس. فنظام الاندرويد اللي بيتعرض لفيروس اللي بيحميه هو جوجل بلاي بروتكت، فلما ما يكونش موجود الفيروسات كمان هتبقى سهلة ان انت تجي لك على تليفونك، وسهل جدا جدا يكون في تتبع لتليفونك، وسهل جدا جدا يحصل المشاكل اللي حصلت على الفيسبوك لان انت ما فيش حماية
على التليفون اللي انت منزل عليه ابلكيشن فيسبوك، وتبقى عرضه لكل الحاجات اللي حصلت لكل رواد موقع الفيسبوك وابلكيشن الفيسبوك في الفتره اللي فاتت. يعني من الاخر كده امريكا وجوجل ضربوا مفك في سمعه هواوي في العالم كله. بصوت المنطق اتكلم ناس كتيره زي مثلا اكاونت اسمه اجمل سمير اللي قال كلام مهم جدا بالنسبه للناس اللي عندها موبايل هواوي: جوجل وقفت الدعم عن موبايلات هواوي في ضربه قاضيه لشركه هواوي، وبكده موبايلات هواوي مش هيبقى ليها القدره على تشغيل نظام الاندرويد على اجهزتها، وبالتالي معظم التطبيقات او الابلكيشن اللي بنستخدمها مش هتشتغل، زي ابلكيشن جوجل كروم وجوجل بلاي والجيميل. يعني انت متخيل الناس اللي كل شغلها على الجيميل اللي هو جوجل ميل، يعني بالعربي الجيميل اختصار ليها، مش هيكون موجود. فانت مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تبعت ايميلات، عرضه للفيروسات، عرضه لبرامج التتبع، عرضه للهاكينج، مش هتعرف تعمل ابديت، مش هتعرف تنزل ابلكيشنز. مفيش هواوي، التليفون بقى حته حديد فعلا خرده. لسه اجمل سمير بيكمل كلامه وقال كمان مش هينزل اي تحديثات لنظام الاندرويد على موبايلات الهواوي. ناس كتير هتتخض وناس كتير هيتضحك عليها الفتره اللي جايه، لان في ناس هتستغل الكلام ده وهتقول لك اشتري منك موبايلك بربع ثمنه، وانت هتجري تبيعه في محاوله منك انك تلحق نفسك قبل ما موبايلك يبقى ملوش لازمه. الحقيقه غير كده تماما بالرغم من كل العيوب اللي احنا قلناها، لان جوجل اعلنت ان اي حد معاه موبايل هواوي بالفعل وبيشتغل بيه، وحتى الموبايلات اللي اتباعت وخرجت بره الصين خلاص كل حاجه هتفضل شغاله زي ما هي. لكن المشكلة الوحيدة اللي هتقابل المستخدم أو اليوزر هي إن تحديث نظام الأندرويد بتاعه هيبقى متأخر شوية. طيب المشكلة الكبيرة فين؟ المشكلة الكبيرة في إن الموبايلات اللي تم إنتاجها وما طلعتش برا الصين ماتت، ملهاش لازمة، ولازم هواوي تحاول تتصرف في حل أو عمل نظام جديد محاكي لنظام الأندرويد، أو تستعيد التليفونات مرة تانية وتبيعها قطع غيار زي ما في مصر كده ودلوقتي بقوا يسرقوا العربيات ويقطعوها ويبيعوها قطع غيار. ما تخليش حد يضحك عليك وياخد موبايلك على اساس انه خلاص مش نافع وهيقف دعمه. مصادر الكلام اللي قاله اجمل سمير موجوده في التعليقات تحت، تقدروا تشوفوا البوست وتتابعوا المصادر. التويته اللي موجوده تحت اللي هي عمل لها اتاتشمنت من الاندرويد. وما تنسوش الشير يا جماعة عشان الكل هيتعرض لعمليات نصب كتير الفترة اللي جاية، وكلام على لسان أجمل سمير، وده بوست عقلاني جدا جدا. هل تستمر بالهواوي أو ما تستمرش بالهواوي ده قرار خاص بيك. احنا عرضنا لحضرتك المشاكل اللي ممكن تقابلك، وعرضنا كمان ايه اللي هيحصل مع تليفونك لو فضلت موجود بالتليفون او بتستخدم نفس التليفون. هل في حل قدام ده؟ اللي هنشوفه، لان بكل تاكيد هواوي مش هتسيب ده، والحكومه الصينيه مش هتسيب المشكله تكبر وتتفاقم. لكن لازم الناس تبقى على وعي ودرايه بكل اللي حاصل. ناس كتير حاولت توضح الموقف لمستخدمي هواوي في العالم العربي، زي مثلا اكاونت باسم يحيى رضوان اللي قال تحديث جديد في موضوع هواوي: كل موبايلات هواوي وانر الموجوده في السوق حاليا هتفضل مدعومه من خدمات جوجل كلها، بس مش هيجي لها تحديثات نظام جديد، بس الأجهزة اللي لسه ما نزلتش هي اللي مش هيبقى عليها دعم من جوجل ولا برامج ولا تحديثات. ولكن برضو الصراحة ما اقدرش انصح حد يشتري اي جهاز من اللي في السوق دلوقتي سواء من هواوي او من أونر، على الاقل لما نشوف رد هواوي على الموضوع ونشوف الدنيا فيها ايه. ما تتسرعش، اللي بيفكر يبيع موبايله عشان الموضوع ده او الحوار ده برضو استنى رد هواوي المفصل. حل هينزلوا موبايلات جديده بنظام اندرويد ولكن بدون خدمات جوجل، ده حل من ضمن الحلول، محدش عارف. ولا موبايلاتهم اللي جايه هتبقى بنظام مختلف، ولا ايه اللي هيحصل؟ فما تعملش حاجه دلوقتي الا لو انت شاري بي 30 برو. اهرب. الكلام على لسان يحيى رضوان. موضوع هياخد وقت، وبكل تأكيد بكل تأكيد هيقابلك مشكلة لما ما تعرفش تعمل أبديت للأبليكيشنز بتاعتك، لأن هتبقى النسخة قديمة وبعد شوية هيبقى فيها بوجز وهتقف ومش هتعرف تجدد الأبليكيشنز بتاعتك ولا هتعرف تنزل أبليكيشنز جديدة. فهيبقى يعني هتبقى من الآخر كده بالعربي زي ما بنقول في مصر، هتبقى متعسف وأنت معاك التليفون ده. أكاونت تاني باسم عبد العزيز حمادي قال لأصحاب جوالات الهواوي: قرار الحكومة
الأمريكية الجديد بمنع التعامل مع شركة هواوي سيؤثر على نظام الأندرويد في أجهزة الهواوي الجديدة فقط. يعني لو تمتلك جهاز هواوي حاليا فوفق تصريحات جوجل سيظل يعمل مع متجر التطبيقات الخاص به جوجل بلاي، لكن يفضل عدم شراء أي جهاز هواوي حاليا جديد حتى تتضح الصورة. وبرضو نفس التويتة اللي خارجة من أندرويد. أكاونت تاني باسم عبد الله السبع فقال في تويتة كمان: جوجل، أو زي ما إخوتنا العرب بيكتبوها بالقاف، جوجل تسحب رخصة نظام الأندرويد من هواوي، وللأسف مستقبلا مستخدمي الشركة ما راح يكون لهم وصول لمتجر التطبيقات أو خدمات جوجل، والتحديثات راح تتأخر عليهم. المستفيد الأكبر من هذه الأزمة بيكون الشركات المنافسة، وبكل تأكيد في السوق الصينية هتكون سامسونج، وفي السوق العالمية أبل، آيفون، الشركة الأمريكية. اللي لو خدنا بالنا إن أبل نفسها بتقتر الآيفون بتاعها في نسخه القديمة، عمالة تعيد الآيفون إكس نزل كم مرة، السنة دي في آيفون إكس بشكل جديد نازل، يعني 3 سنين من بعد ما ستيف جوبز مات أبل في الآيفون تحديدا بدأت تقل. نزل آيفون 7، ينزل منه 7 بلس و7S و6S وينزل 8 شبه ال7، وبعدين ينزل X. في تخبط في السوق الخاص بالتليفونات المحمولة لأبل، السجادة بدأت تتسحب من تحتهم لصالح التليفونات الصينية سواء كانت سامسونج أو هواوي. وده ممكن يكون شكل من أشكال الضغط من رجال الأعمال الأمريكيين وأصحاب الأسهم على الحكومة الأمريكية والقيادة السياسية في أمريكا زي دونالد ترامب لتحقيق مكاسب لشركات أمريكية بمنع الشركات التانية إنها تنافسها، لأن ده سوق مفتوح. رأس المال بيستخدم كل حاجة مشروعة وفي أحيان أخرى غير مشروعة لتحقيق مكاسب خاصة به ما بينه وما بين دول ممكن تكون معادية تجاريا زي أمريكا والصين. فإذا كانت أمريكا تقدر تكسر رجلين الشركات التكنولوجية الصينية عشان شركة أمريكية تقدر تتحكم بصورة كبيرة جدا في السوق، وده هيعود على الاقتصاد الأمريكي. لأن لما فاكرين في القرن اللي فات لما فورد حصل لها مشكلة كبيرة جدا في إنتاجها بعد ما صاحب الشركة الأساسي اتوفى وابنه اللي جه، الاقتصاد الأمريكي حصل له مشكلة كبيرة جدا، فتعملت قوانين وحاجات مساندة للشركات الأمريكية وحماية للمستهلكين وحماية للمنتجين وقوانين مين اللي يقدر يمسك رئيس مجلس إدارة ومين اللي ما يكون موجود في البورد أو في مجلس الإدارة عشان يحمي الشركات الأمريكية وصناعتها، عشان ده بيأثر بشكل مباشر على الصناعة الأمريكية. فالموضوع من أوله لآخره بزنس، فلوس، دولة بتضغط على دولة لتحقيق نجاحات اقتصادية للشركات التابعة ليها. وفي هذه الحالة ممكن جدا يكون، ما نقدرش نجزم طبعا بصحة هذا الاستنتاج من عدمه، لكن ممكن يكون جدا اللي بيحصل ده لترجيح كفة أبل والآيفون على الشركات الصينية اللي ابتدت تسحب السوق منه. نواف السويد قال: ماذا يعني إيقاف رخصة الأندرويد لأجهزة هواوي؟ لا متجر للتطبيقات جوجل بلاي، لا تطبيقات جوجل، مفيش أبليكيشنز من جوجل، مفيش يوتيوب، مفيش تحديث للنظام، مفيش أبديتس، لا جوجل مابس خرائط جوجل، لا جيميل، مفيش الجيميل. يستبعد هو النواف السويد، يستبعد كمان اتباع فيسبوك مسار جوجل وإيقاف خدمتها على أجهزة هواوي كذلك. يعني لا واتساب ولا فيسبوك ولا انستجرام، لأن فيسبوك في الغالب هتسمع كلام الحكومة الأمريكية، لأن فيسبوك شركة أمريكية وفي ضغط من الكونغرس والحكومة الأمريكية بكل تأكيد على مارك زوكربيرج في الفترة الأخرانية. فإذا طلب منه أنه ما يدعمش الموضوع ده ويسحب شركاته، هو هيحقق خسائر كبيرة جدا على فكرة في الجانب الآخر، خلي بالكم، لأن الموضوع من ناحيتين. لو الفيسبوك اللي عنده واتساب وعنده انستجرام سحب الابليكيشنز بتاعته من على التليفونات الهواوي أو من على النظام الأندرويد اللي بيشتغل على تليفونات الهواوي، هيخسر جزء كبير من مستخدمينه. فإزاي هتعوض له الحكومة الأمريكية جانب الخسارة؟ لأن بزنس إز بزنس، هسحب من هنا هكسب قصاده إيه من الناحية التانية؟ شركات ماني توكس، فلوس بتتكلم. صعب جدا جدا انك تقدر تسيطر على شركات كبيره في العالم،
صعب جدا جدا انك تكسر ضلع للصين تجاريا، لان الصين قويه جدا جدا وتتحكم في سوق كبير. كفايه السوق الصينيه نفسها، الصين تعدادها البشري كبير جدا جدا، فانت متخيل ازاي حرب تجاريه تحصل وتضغط. اذا كان الولايات المتحده لغايه النهارده بتضغط على كوريا الشماليه شخصيا ولسه في مفاوضات عشان اسلحه نوويه، فما بالك بالحرب التجاريه مع دوله كبيره زي الصين. امريكا رجعت شويه في كلامها، لكن ما تغيرش موقف الشركات اللي اعلنت مقاطعتها لهواوي. طيب ايه الجديد في موقف الحكومه الامريكيه بعد اللي حصل؟ الجديد كان بيان من وزاره التجاره الامريكيه نقلته بيج تكنولوجي على الفيسبوك. قالت فيه: أعلنت وزارة التجارة الأمريكية قبل قليل في بيان رسمي أنها ستمنح شركة هواوي مهلة 90 يوم 3 شهور لتتمكن الشركة الصينية خلال الثلاث أشهر أو الثلاثة أشهر القادمة من استخدام نسخة نظام أندرويد وبث التحديثات بشكل طبيعي للمستخدمين. يعني في خلال 3 شهور 90 يوم من النهاردة أندرويد شغال زي الفل، هو جوجل بلاي وجوجل بلاي بروتكت واليوتيوب والجيميل وكل التفاصيل اللي مسيطرة عليها شركة جوجل. مش تعرفوا جوجل عملاق قد ايه؟ هيفضل شغال لمدة 90 يوم على الهواوي وكأن ما حصلش اي حاجة. هذا الاعلان لسه على لسان البيان يأتي كتخفيف للحظر المفروض على هواوي، وذلك بعد ان وضعتها الحكومة الامريكية ضمن قائمة الكيانات الممنوع التعامل معها تجاريا، وهذا ما أكبر جوجل لسحب ترخيص نظام أندرويد منها بالأمس. وبحسب الإعلان ستتمكن هواوي من صيانة شبكتها الموجودة بالفعل في بعض المدن الأمريكية، ودي نقطة مهمة جدا. هتقدر هواوي تعمل صيانة لشبكتها في أمريكا، بنا تحتية هتتصلح لهواوي على حساب هواوي في أراضي أمريكية. بزنس إز بزنس، ماني توكس. وطبعا كما اسلفنا ستتمكن من الاستفاده من رخصه نظام اندرويد الموجوده لديها بالفعل لبث التحديثات بشكل دوري للمستخدمين كما في السابق وحتى تاريخ 19 اغسطس المقبل. ايه اللي هيحصل بعد 19 اغسطس؟ الله اعلم. في 3 شهور هيقدر المستخدمين يستخدموا. بكل تاكيد هواوي في خلال الثلاث شهور دول هتدور هي والصين على اوراق ضغط على الحكومه الامريكيه لتغيير الموقف عشان هواوي ترجع تنافس بنفس الشكل اللي فات. لان الموضوع مش هواوي بس، لان هواوي اول الغيث قطرة، هيشد بعدها شركات صينية كتيرة عاملة في التكنولوجيا. ففي خلال الثلاث شهور دول، وزي ما امريكا رضخت دلوقتي ورجعت في كلامها ودت ميزة الثلاث شهور، من المتوقع ان هيكون في شبه اتفاق ما بين الناحيتين، مراضاة مالية، مراضاة تكنولوجية، وقف الاستخبارات الصينية على الحاجات التكنولوجية الأمريكية. لما اكتشفوا مثلا من فترة ان في حاجات كانت بتستخدمها سيرفيليانس، مراقبة الحكومة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية بيستخدموا هذه التكنولوجيا بأجزاء مصنعة من الصين، فاكتشفوا بالصدفة ان في مايكرو تشيبس صغيرة موجودة في الأجهزة اللي جت من الصين بتمكن الصين انها تتتبع الكلام اللي بتتبعه حكومة الولايات المتحدة. شايفين العالم واصل فين؟ ممكن يكون ده جزء من الاتفاقية، ممكن يكون في مراضاة مالية، ممكن يكون عمل شبكات في الولايات المتحدة الأمريكية. بس بكل تأكيد دونالد ترامب راجل أعمال شاطر قوي، بيعرف من أين تؤكل الكتف بعيدا عن السياسة وبعيدا عن وضعه في الولايات المتحدة الداخلي وإذا كان الناس موافقة على أفكاره أو غير موافقة. بس الراجل ده فعلا رجل أعمال شاطر جدا، عرف يضغط على الصين وعرف يضغط على جوجل عشان يوصل للي هو عايزه. طبعا الموضوع كان فيه كوميكس كتيرة جدا، زي اكاونت باسم ماجد منصور فقال: قليل البخت من يومك يا ابني، ونشر كوميك بيعبر عن حال مستخدمي هواوي بعد قرار جوجل. قليل البخت من يومك يا ابني، جوجل ساب كل انواع الموبايلات اللي في العالم وقطع التعامل مع هواوي اللي هو نوع موبايلي. اما اكاونت تاني باسم خليل فنشر تويتة فيها كوميك وقال: اللي عنده هواوي للبيع وهو واقف بيشاور بمنديل توم وجيري طبعا لجوجل كروم ويوتيوب والجوجل بلاي. اما اكاونت تاني باسم سمر فنشرت تويته تانيه قالت فيها: هواوي اشمعنى احنا؟ هو احنا اولاد الغساله؟ سعيد صالح الله يرحمه من العيال كبرت. كمان اكاونت باسم فاطمه قالت: لما عرفت ان جوجل وقفت التعامل مع هواوي سيمسون بيشنق نفسه وخلاص مش لاقي امل.
شروق برضو شاركت في حفلة الكوميكس دي وقالت جماعة الهواوي حاليا هاشتاج هواوي سبونج بوب شو رأيك تعطيني الجراند برايم وتاخد الهواوي. أما ليو من العراق فنشر كوميك وقال لو حرامي سرق موبايل وطلع هواوي دلوقتي هرجعه مرة تانية. أما ريان بن عبد الله فسأل أصحابه على تويتر مستخدمي هواوي تبيعوا بي 30 برو بخمس ريالات ريان. أما على الفيسبوك فصفحة فاني مون أو فاني مون عفوا فاني مون نشرت كوميك في صورة لموبايل هواوي شغال بنظام ويندوز 98 في البوست شكل موبايلات هواوي بعد حظر جوجل من استخدام نظام الاندرويد على هواتفها. طبعا مش عارف كل الناس هتقدر اللي بتتفرج تفتكر ويندوز 98 ولا لا، بس يعني ده كان تاني نسخة ويندوز موجودة في مصر مشهورة قوي قبل الكمبيوترات الصخر، مش عارف توعوا عليها ولا لا، بس اكيد في ناس اكبر مني سنا واكثر خبرة بكل تأكيد عارفين التفاصيل دي اكتر مني وفاكرين الكمبيوترات الصخر، وكان في ويندوز 95 وكان ويندوز 98، وايام ما كنا بنلعب بقى قبل ويندوز 98 كمان كنا بنلعب برنس، لعبة برنس اللي بيجري من السكاكين اللي بتطلع من تحت الارض وبيشرب السم وبيعدي وبيحاول ينقذ الاميرة، وكمان كان في كاس العالم 94 بتاعت الولايات المتحدة كنت تلعب بانتر وسبيس والاسهم بس، وهم تقريبا 24 فرقة اللي موجودة، ودايما كنا بنلعب بالبرازيل لان هي الفرقة اللي بتكسب كل حاجة، تقدر تشنك الجول كيبر، كل التفاصيل دي على ويندوز 95 وبعدها ويندوز 98، ولما اتنقلت بقى وطلع ويندوز اكس بي كانت في نقلة تاريخية. طبعا في النص كان في ويندوز ميلينيوم اللي هي ويندوز 2000 في الفترة دي، بس دول ما حققوش نجاح كبير قوي، فضلت الناس بتستخدم 98 لغاية لما نزلت اكس بي. كمان اكاونت باسم نورهان قالت قررت النهاردة اشتري موبايل جديد هواوي زي اللي معايا فلقيت الخبر في وشي، انتوا ما كدبتوش يا جماعة انا فعلا بركة، جوجل ساب كل انواع الموبايلات اللي في العالم وقطع التعامل مع هواوي، هو نوع موبايلي نحس يا باشا نحس، يا ريت جوجل انت وهواوي تتصالحوا مش لاجلي انا، لاجل خاطر ابويا الغلبان ده اللي لسه جايب لي الموبايل وما سددش الاقساط اللي عليه. ادي جوجل وادي هواوي وادي الصين وادي الحكومة الامريكية، قالوا الجمل بيطلع النخلة قلنا ادي الجمل وادي النخلة، جولة جديدة من الحرب التجارية ما بين دولتين كبار. الموضوع ما هوش شركات فقط ولا تليفون انت ماسكه في ايديك، الموضوع اكبر من كده بكتير. ماني توكس. زي ما تعودنا دايما في اخر الحلقة في كل يوم من رمضان بنعرض لحضراتكم واحد من اجمل الابتهالات اللي اتنشرت على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا، وكان ابتهال اهواكي يا كعبة الانوار للشيخ كامل يوسف البهتيمي. سيبكم معاها واشوفكم بكره في حلقه جديده من اونلاين. أهواك يا كعبة الأنوار، أهواك وأقطع العمر مشتاقا للقياك، أهواك يا كعبة الأنوار، أهواك يا كعبة الأنوار، أهواك